أعلنت السعودية التنازل عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة لدى الدول الأقل نمواً. وذكر بيان مجلس الوزراء السعودي أن القرار يندرج ضمن مبادرة المملكة تجاه الدول الأقل نمواً وتنفيذاً لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030. ينضم إلينا من جدة الكاتب الصحفي محمد الساعد. سيد محمد، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. الرياض تعلن تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة، مبلغ كبير تتنازل عنه المملكة. لا أظن أن هناك دولة أخرى يمكن أن تقبل بذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العالم جميعا، يعني كيف تقرأ ذلك؟ بل بالعكس، الدول التي تدين أو تدين الدول الأخرى تقوم بالحصول على مكاسب سياسية ومكاسب ثقافية، وأيضا قد تعمل على ابتزاز تلك الدول المديونة له، وهذا ما تفعله كثير من الدول في مقابل إعطاء تلك الدول مديونيات أو تسهيلات مالية. ولكن في الوقت الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بهذه المبادرة العظيمة والخيرة، تمتنع قطر عن إعطاء الشقيقة الأردن ما التزمت به أمام العالم في إعلان أو في إعلان إعلامي فقط لا أكثر ولا أقل، بينما المملكة العربية السعودية لا تلتزم فقط بما يعني بما قدمته للأردن وبعض الدول العربية، ولكن أيضا أعفت الدول الأقل نموا عن مديونية مستحقة تصل إلى 6 مليارات دولار، وهو مبلغ كبير جدا ضمن هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وليست المرة الأولى يعني التي تبادر فيها المملكة بهذه الأعمال الإنسانية، لكن يعني دعني أيضا أتحدث عن جانب آخر متعلق بهذا الأمر، أنه هذه بعض هذه الدول التي تكاد تعيش على دعم المملكة ومعوناتها أيضا كان لها مواقف مخزية مارستها ضد السعودية أيضا في 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 بعض الأوقات وفي بعض الظروف. هناك من يطالب اليوم بأنه يعني يجب علينا أن نعيد النظر في دعم هذه الدول فيما نقدمها لها من 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 يعني معونات أو منح. هل تتفق مع هذا الرأي؟ دائما كانت المملكة العربية السعودية هي اليد المعطاء، هي الباب العالي، هي الدولة الكريمة التي لا تبتز سياسيا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا، هي التي تقدم وتساعد وتبذل بهذه السياسة الناعمة التي لا تأمل أن تأخذ فيها مقابل. صحيح أن هناك يعني جدل في الشارع السعودي يطالب تلك الدول ويطالب تلك الشعوب برد الجميل، صنائع المعروف لا يمكن نسيانها، ولكن أيضا في المقابل هناك دور إنساني ودور إقليمي للمملكة العربية السعودية، وأيضا دور دولي تقوم به ليس من اليوم وإنما منذ عقود طويلة. المملكة العربية السعودية تخلت عن قوت يومها عام 73 ووقفت تصدير النفط من أجل عيون إخوتنا وأشقائنا في سوريا وفي مصر في حرب 73. أيضا المملكة العربية السعودية أنشأت الصناديق وأودعت الودائع المالية وأقرضت قروض ميسرة بدون فوائد وبفوائد يعني متدنية جدا، كل ذلك من أجل تنمية الدول الشقيقة، وأيضا حتى توزعت يعني مساهمات المملكة العربية السعودية على القارات الخمس أجمعها. دعني أقول لك بأن في خلال العشر سنوات الماضية فقط من عام 2008 إلى 2018 قدمت المملكة أكثر من 132 مليار يعني كمنح وكمساعدات، وتقسمت تلك على مستويات عديدة، منها المساعدات المباشرة، منها المساهمات في البناء، في التنمية، المدارس، السكن. ساهمت المملكة العربية السعودية حتى من ضمن المنظمات والمؤسسات الدولية، قدمت مساعدات للأونروا للأمم المتحدة. الحقيقة لم تقصر المملكة العربية السعودية، بل أن أيضا الشعب السعودي لطالما كان رديفا لدولته في مساعدة الأشقاء. يجب أن نتذكر ما قدمه الشعب السعودي يعني لأشقائه الفلسطينيين. أنا قدمت مثل غيري من السعوديين كانوا يسمى ريال فلسطيني نقدمه ونحن أطفال صغار، ربما ترك الدخيل أنت أصغر من أن تلحق تلك المرحلة يا خالد، ولكن كل الشعب السعودي في تلك الفترات كان يقدم حتى مقوت يومي يعني ريال للشعب الفلسطيني، الإخوان في مصر، المساهمات الاقتصادية في إفريقيا، في التنمية، المساهمة في مساعدة الشعوب على الارتقاء. المملكة العربية السعودية لا تريد أن تستحوذ على الثروات أو أن تكون هي الدولة الغنية فقط في المنطقة والإقليم، وإنما تريد بس احنا كما
كمان من حق الناس تتساءل يعني ليش احنا ما نكون زي الدول الاخرى يعني التي تقدم منح تقدم مساعدات لكن يجب ان تراعي كذلك مصالحها السياسيه ما ان يكون لهذه المنح هذه المساعدات مردود سياسي بدلا من ان ندفع ونساعد ونمنح ثم نطعن من خاصرتنا او من وراء ظهورنا يعني من بعض هذه الدول للاسف. لا شك أن تجربتنا في العشر سنوات الأخيرة على الأقل منذ ما يسمى بالربيع العربي يعني تلقينا الكثير من الطعنات تلقينا الكثير الحقيقة من الجفاء وتلقينا الكثير حتى من ردود فعل غير مقبولة من بعض الشعوب ومن بعض الدول التي ساهمنا يعني مساهمة كبيرة ويعني اقتطعنا قوت يومنا وقدمنا لهم جزءا منه. يعني المملكة العربية السعودية بنت مدن داخل غزة ووجدنا من بعض الإخوة الفلسطينيين جفاء الحقيقة واتهامات غير صادقة وتلبيسنا لتهم هي ترديد لصدى الحملة القطرية والحملة الإخوانية ضد المملكة العربية السعودية في محاولة لاغتيال الشخصية السعودية في محاولة لاغتيال السياسة السعودية وتشويهها. أيضا بعض الأشقاء في سوريا في لبنان في بعض الدول الإسلامية يعني لكن هناك الحقيقة أيضا دور سعودي إنساني مستمر. هذا الدور يجب أن ربما لا يقدم كابتزاز سياسي أو اجتماعي لا سمح الله ولكن يمكن أن يكون سياسة ناعمة حقيقية تؤثر في لكنك ترى بأنه حتى يعني يتم تجاهل مثل هذا الدور المساعدات. دكتور محمد يعني تتوارى منظمات حقوق الإنسان عن مثل هذا الأدوار الإنسانية التي تقوم بها المملكة تتجاهل وسائل الإعلام هذه المساعدات هذه الأمور التي تقوم بها المملكة فلماذا يتم تجاهل كل عمل إنساني تقوم به المملكة في صالح إخوانها وأشقائها وغيرهم باختصار؟ أنا أعتقد أننا ربما نكون مقصرون في التغطية الإعلامية وفي تغطية ما بعد الحدث وترسيخها لدى الأشقاء ولدى الأصدقاء. ليس معيبا أن نقول للعالم نحن تبرعنا أو أقرضنا أو أودعنا، يجب أن نقول للعالم ويجب أن نقوم بعمل ما بعد الحدث، نلتقي بالناس نلتقي بالأصدقاء نراسلهم نتابعهم. الحقيقة هذا العمل مفقود. نعم المملكة تقدم هذه المساهمات الإنسانية ويعني وهي يعني مبتسمة وكأنها تقول لأصدقائها وأشقائها في العالم نحن نقدم هذا العمل الإنساني ونقدم هذه التبرعات ونحن يعني سعيدون بها لأن هذا العطاء هو جزء من ثقافة الإنسان السعودي، جزء من ثقافة المملكة العربية السعودية طوال تاريخها. نعم نحن مقصرون إعلاميا، أنا أقول هذا وأنا يعني أسف عليه. ربما أننا لم نعطي أنفسنا حقنا من يعني جزء من هذا العوائد التي يجب أن تنعكس علينا وعلى سياسة المملكة العربية السعودية. نعم. أيضا من واجبنا أيضا أن الدول التي فعلا يعني يثبت تآمرها على المملكة العربية السعودية أن نتوقف عن دعمها لأن هذه الدول يعني لم تفي بالجزء اليسير من صرائع المعروفة التي يجب أن تعيدها المملكة العربية السعودية. ولكن على مستوى المملكة كدولة رائدة ودولة يعني لديها واجب إسلامي وعروبي أنا أؤكد أن هذا الدور يجب أن لا يتوقف بل يجب أن يترسخ. ومركز الملك سلمان الذي أنشأه وحفظه الله الملك سلمان بن عبد العزيز يؤكد أن هذا التوجه توجه مؤسساتي وليس توجه يعني مرحلي وإنما ممتد. وهذه الجهود الهائلة التي قدمها مركز الملك سلمان في اليمن وفي الأردن وفي سوريا للأشقاء وفي كثير من الدول في العالم العربي والإسلامي تؤكد هذه الجهود السعودية الموفقة والمستمرة. شكرا جزيلا على تواجدك معي الكاتب الصحفي من جدة محمد سعد.